كما استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم الفريق أول بحري السيد تيموثي بيتر فرايزر نائب رئيس الأركان بالقوات المسلحة بالمملكة المتحدة الصديقة. نعم، وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بنائب رئيس الأركان بالقوات المسلحة بالمملكة المتحدة الصديقة، مشيدا معاليه بعلاقات الصداقة التاريخية القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما تشهده من تطور في كافة المجالات، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.